يلا انا هوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الاعزاء، يا اهلا وسهلا فيكم، والله يحييكم معنا. والمخرج قال انت هوا وانا جالس احول الفلوس على ولدي. الله يحييكم معنا في فقره خيرات، هالفقره الجميله اللي انتم نجومها وانتم متابعيها وانتم الداعمين الحقيقيين لها، حتى نستمر ونتواصل وياكم باذن الله دائما في الفائده والنقاشات الجميله المثريه بحضور سالم بن سعيد الذي كتبت عنه في سنابي قبل امس او امس، وكذلك في تويتر وفي انستغرام، كلام جميل هو يستحق. حاضر اعلامي حاضر وماهر ومكتسح الدنيا، هذه وجهه نظري الشخصيه وليس مجامله بحكم القرب منه، ولكن هذه حقيقه. تؤيدوني يا شباب ولا انا جالس اجامل؟ نعم نؤيد. طيب تحيه لسالم بن سعيد. استاهل استاهل. حمس بسطك مع نفسك. طيب حلو، الله يطول بعمرك. مدحته فك الغلوقه ذي. اي لا خليك شوي زايد. حلو اخر الحلقه بسحب السحاب. هيك الله يسامحك. يا مرحبا يا ابو عبد الله. نور الدنيا. الله يعزك يطول بعمرك، وانا سعيد جدا يا ابو عبد الله، ولكن عندي تعجب وعندي تساؤل. ابي اسالك، وش الفكره جايبنا في طاوله اجتماعات؟ مو بطاوله اجتماعات، هذه اسمها طاوله طعام. صح. احنا الشباب بيض الله وجيه معزمين اليوم على العشاء. بيض الله وجيه. فاحنا قلنا دام على العشاء خلونا نحضر من بدري على طاوله الطعام. والله اللي مرحبا. زين وتعشينا نقلنا مكان اخر بياله شاي على الماشي برا. يا سلام. بيض الله وجهك، انا جدا سعيد على هذه العزيمه ومنظرها ان شاء الله. انا ما راح اطلع. هم بيتقدمون لنا ان شاء الله. احنا نطلع وانتم خلكم بهذا. احنا بنمشي. شنو الليل؟ عز الاسلم يا عبد العزيز، منور يا بن شمر. بعد حيا الوجه. ونعم فيك والله، ونعم في قبيله شمر وجميع القبائل. والله ترى انا المدح الزايد مو نفس هذا، انا ما افكر في ترمي الكاب. اي والله وجهي يصير احمر. احمر يصير طماطه. طماطي. مرحبا بك يا حسين العجمي، فارس نسخه زد رصيدك. الله يسلمك. نجم جمهوره وانا صقر. نجم جمهوره والكابتن المحلق بغطره البيضاء الجميله. الله يسلمك ابو عبد الله. اول شيء الله يحييك تحيا السيف انت وسالم، وان شاء الله تكون ليله حلوه ولطيفه. ابو عبد الله لا تخليه يطول. انا يذكرني حسن بشخصيه بغترة البيضاء هذه، تعرفون البومات اول فنانين اللي يحطون الصور. والله احلى البوم. الله يوفقك. اللهم امين. سار حسن سمعنا شيء. اوه انت كذا دائما تجحفني يا ابو عبد. سمعنا شيء خارج الصندوق، يعني ذيك الايام في زد رصيدك انت الوحيد اعتقد اللي جبت اغنيه او شيء باللحن التركي او اللهجه التركيه واللغه التركيه. صح. عطنا شيء كذا خارج الصندوق يعني. وقد غنيت لك الابن باز. ايه تموج السطور. تموج السطور